بمعدل يصل إلى 2000 حريق سنوياً. تسجل النجف أرقاماً مقلقة من الحرائق لا سيما في المناطق الزراعية والأبنية الأهلية المختلفة، وهو ما دعا مديرية الدفاع المدني في المحافظة إلى تنظيم ندوة مشتركة للوقوف على أبرز مسببات تلك الحرائق وآلية الحد منها مستقبلاً. في محافظة النجف الأشرف احنا نسجل سنوياً ما يقارب 2000 حادث حريق مختلفة. هذه الحوادث مختلفة، منها الصغير ومنها الحوادث الكبيرة، وأيضا هناك دراسة تفصيلية عدتها مديرية الدفاع المدني في هذا المجال بارتفاع نسب الحرائق نتيجة لاستخدام المواد المعجلة للحريق ونتيجة للتغافل والتجاهل والإهمال الكبير من قبل البعض للأسف في تنفيذ اشتراطات وملاحظات الدفاع المدني. جملة من التوصيات والآراء خرجت بها هذه الندوة التي تركزت جلها على ضرورة تفعيل قوانين السلامة العامة للدفاع المدني ومحاسبة المتهاونين في تطبيق الإجراءات الوقائية من الكوارث والحرائق التي اتسعت في السنوات الأخيرة. يحتاج إلى ثقافة عامة وإلى رقابة وإلى غرامات وإلى شدة في تطبيق القوانين، وإلا تبقى الأمور سائبة، وإحنا نشوف يومية خسائر العراق سنوياً كذا مليار بسبب الحرائق والخسائر البشرية المفجعة التي تحزن كل قلب. إهمال على القائمين على المصانع على المعامل، قلة التعاون بين العاملين، غياب وحدة التخصص. ومع تكرار حوادث الحرائق لا سيما في فصل الصيف، يرى مراقبون إن الدعم الحكومي لمديريات الدفاع المدني من حيث العدة والعدد لا يتناسب، وحجم هذا الملف الأخذ بالاتساع. صيف بعد آخر والحرائق تحل ضيفا ثقيلا وحارقا على العراقيين، فبالرغم من التحذيرات لمنع حدوثها إلا أنها ما زالت تسجل أرقاما مخيفة سنويا ينتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. من النجف محمد رزاق، التغيير.